السلام عليكم. عليكم السلام. احنا مبادرة شاكر للتكافل الاجتماعي في البصرة. جيناكم زيارة اليوم. عاد افراد الاسرة قد اخوي؟ ماري. رعاية اجتماعية عندك؟ نعم. اخوي علي من عايشين؟ شنو مصدر الدخل مالك؟ هو قلت للوالد متقاعد وانا عايشين من خلال الراتب مال ابوه. يعني انت لا عندك لا راتب ولا ما عندي. ايش قدر راتب التقاعدي مالك؟ يعطونا كل شهرين 800 وهم ما يكفي يعني تقريبا. نعم. نوع السكن مالكم شنو؟ هذا نقول يعني انه هيك قاعد يمدي مال واحد و مساعد. اي مساعد. نعم. تقدر تشتغل بشغله ثانيه تساعد وضعك تساعد اهلك وشنو؟ انا قلت لك اذا شغله مثل التعب ما اقدر الا مثل شغله حراسه شغله. نعم. شنو ايش بيك انت شنو وضعك الصحي؟ عند ظهري انزلاق. انزلاق؟ اي. يعني اي ثقل اي شيء ما لا ما اقدر. شنو محتاج؟ يعني حاجيات المنزل؟ نعم. طباخ؟ نعم. غسالة؟ نعم. ثلاجة؟ سبريت؟ نعم. الوضع الصحي للاطفال للعائلة ككل شيء؟ لا ما عندي. من عندك المدرسة؟ هذا كبير بالثاني؟ نعم. هذا بالخامس، هذا بالثاني عندك الثاني ابتدائي. نعم. بالخامس ابتدائي. نعم. ضمن برامجنا عندنا طاقة الغذاء والإكساء، هاي قيمتها 50,000 دينار، إن شاء الله تتصل بي تسلمها. وعندنا كذلك البطاقة الطبية اللي هو المربع الدكتور عسير الكامل، الله لا يحوجك يعني إذا تحتاج مراجعة طبيب، المعاينة مالتها مجانية. الله إن شاء الله الأخوان راح يشوفون الغذاء بخير قدر رب العالمين.